تفضل تفضل. زميلكم بيقول سؤال جدا. لا هو never you are examining a child, don't try to ask yourself why this happened. Don't ask yourself why this happened. Wait until at the end of the exam. And then put all sides together, you will get an diagnosis. طول ما انت بتفحص مش لعب. قول بس اللي موجود. يخدمك. ضدك وين مش دعوه. شوف الساينز واكتبه زي ما هي وبعدين جمعهم مع بعض هتوصل للتشخيص. اتفقنا؟ لحد دلوقتي ما وصلناش. لا بس انا فاكر ان الدكتور محسن كان شافها وقال انها تيوبرس سكلروس. ام اس ولا تيوبرس سكلروس ولا تي اس؟ ام اس. بس هي الوايت باتش دي مع بعض الحاجات الثانيه تخليها اقرب من تي اس، بس مش مشكله. يعني عرفت الام اس يعني تبرس سكلروس حاجه قريبه من الام اس. مرض مناعي بقى. مرض مناعي. نفسي حد شخصها. ما هو مرض مرتبط بالمناعه. بسبب ان حد شخصها لحد دلوقتي حالتها يعني ما خدتش اي في اي جي اللي هو الهيموجلوبين. هي كل اللبن اللي بتاخده لما بيدي لها هجمات تاكل في زوم بس. لحد دلوقتي لسه الدكتور بيشوف التأمين كان تابعين على التأمين عشان يشوف الإيمينوجلوبين صح ولا احنا بقالنا 20 عندنا هو ما وصلناش لحاجة. لا يعني دورت على حاجة اسمها الإيمينوجلوبين ده وعملت تقديم. هو على التأمين؟ اه على التأمين. الدكتور محسن كان كل اللي يسمع نفسية ما عرفتش يجيبها من التأمين ليه؟ لأن مظبوط الحاجة بتاعتها بتطلع سليمة. فعشان يجيبها حاجة بدلية. كل حالة بتزيد. يعني كل هجمة بتدمر معاها الدنيا. ما هو حاليا كنت بتعملهم مع بتعملهم مع الدكتور مع مصر أو في مستشفى مين؟ بس مين هي كنت بتعمل ساعتها رئيس؟ طيب يعني المستشفى بتاعت المستشفى قبل رمضان اقسم بالله صرف 15,000 جنيه على حته التامين دي ما وصلتش لحاجه. يعني حبيبه كانت بتمشي لدرجه ان هي بقى لها سنتين قاعده على الكرسي. وهي جاي لها الهجمه في لسانها وعينيها والافتهام وكل شويه حاجه بتتدمر معاها. مش عارفين نوصل لحد. لما اخلص اكلم اشوف وصل. احنا النهارده الصراحه طلبنا الخروج وحجزت عنده في العياده يا رب. وليه المشكله هنا ده؟ ما كل شويه بيطلعوها العاشر فوق والعاشر دخلوني حاجه في حاجات مش في حبيبه اصلا. المخ والاعصاب. قالوا لك ايه؟ الاول قالوا مرض مناعي وبعد كده دخلوني دلوقتي في حته ان هي جينات. شايفه ولادك باين كويسين؟ كويسين. ووالدها كويس. بس انا عندي في العيله كذا نفر ان عندهم مرض مناعي. ايه؟ اسمه ايه؟ بنت خالي كان عندها مرض اسمه صدفيه. ولا معاه الكانسر. ابن خالتي برضك كان عنده برضك صدفيه وربنا يرحم العالمين. فكذا حد يعني عنده مرض مناعي. فانا خايفه عليه يعني حبيبه 8 سنين على الحال ده. انا هكلمه دلوقتي. خمسه هتيجي معايا ولو ليه الدكتور حسن علي تحت كمان يشوف. حسن علي؟ حسن علي. ما أصحى زي ماشي. كم يا ولاد؟ الطول والباور. الباور زي ما انتم شفتوا انا قلت الحبيبة ترفع ايديها، ارفع ايديك اللي فيها حبيبة كده. خلاص احنا دلوقتي في انهي في باور كام؟ جريد كام؟
ثلاثة الأول؟ ثلاثة جلست جرافيك. طيب زق إيدي زق إيدي زق إيدي أول زق أول مش قادر. طب زق هنا أوي طبعا هنا في هنا ما فيش هنا ده نورمال هنا ما فيش طلع فيك متأثر فادي الباور هيبقى هنا ثلاثة وهنا أربعة ده بالنسبة للباور التون هنا هاي بوتون سيبيلي سيبيلي هنا هاي بوتون وهنا برضو ريلاتيف هاي بوتون بس هنا هاي بوتون أكثر منها سيري ليكتر هنا هايبرتون سيب رجليك كده طيب حضرتك هتقول بس شوف التون هنا هتشوف في ايه ده يعني الحاله ميكس من ابر اند لو اعمل تون ريكشن اكستنشن طيب ايه رايك؟ طيب هنا شوف كده التون هنا غمضي غمضي وقلت هاي بوتين هاي بوتين خالص تعالى ده تو هاي بوتين شوف هنا كده هاي بوتين يا ريزيستنس ايه رايك؟ هاي بطولة خطير كلام مين أول واحد جه هنا؟ أول واحد دخل مين أول واحد دخل؟ تعال لا هي قريبة من الكلاس اللي في البيت خمس يعني هاي مين تاني واحد؟ تعال ما هو لازم يبقى ليهم برايورتي يعني حقهم يعني لا لقيت حد يسليني يعني انا جاي خمسه كده انا قاعد لوحدي ما التالت انت جاي ولا عاشر؟ شايف انا كنت كل زي ادي التون طبعا في الامتحان زي ما قلت لزميلكم ما تتخافش الله تقول لي الحاله مالكش دعوه قول اللي موجود وبس التفسير بعدين يعني في هاي بطن اه في هاي بطن في اللور ليش وفي هاي بطن في الابر ليب اه في هاي بطن في الابر ليب هو ده يمشي اه يمشي في حاله الميكس ليجن ابر اند لور او الدكتور محسن مشخصه المالتي سكلروزيس كان افكت اني اريا ان ذا برين اند كان افكت اني اريا ان ذا سباينال كورد حبيبي جيت لنا المرض دكتور صداع نعم جالك نفس موضوع ان هو في حاجه محزنه لي ايه بتقول في حاجه محزنه لي اه ما هم ده يعني مع السنسيشن مع الابنورمال سنسيشن معناه ان في افكشن لل سباينال كورد عشان كده هي بقت بدري ما تتحركش خالص يعني خدوا بالك يا ولاد ان السباينال افكشن سيريبولار افكشن نادرا ما يعمل بدري حتى الباي لاترال هيمبليجيك اتاك العيان بيمشي وبيمشي سيركمدكشن جيت لما امتى يبقى بدري يبقى في عنده لور موتور نيورون يعني معظم الناس الويل تشير اللي بيقعدوا على كراسي بتبقى عندهم لور موتور نيورون سواء كانت مايوباسي او سباينال كورد انجري او بريفرال نيرف ده بالنسبه لي فين الورقه بتاعت الغاز ده بالنسبة لي ال ااا
كان في ناس المرة اللي فاتت طلبوا مني ان انا احضرهم، قلت لهم لو جيت الساعة 8 هحضر جيوش، وبالتالي انا جيت يا دكتور الساعة 8. مين اللي جيت الساعة 8؟ انا 8 8 يا دكتور. طبعا انا 8 لا 2 بس. 8 يا دكتور، انا جاي الساعه 8 و5 دقايق بالظبط. ماليش ماشي انا 8. كان متوقع ان انا هاجي الاقي ال10 كان خدين اسمهم وعايزين امضي عليهم في الحضور، قلت لهم تعالوا الساعه 8 يوم الاربعاء الجاي. وانا والله جيت الساعه، جيت انا جاي الساعه 8، انا جاي هنا الساعه 8 الا ربع. محدش جه خالص. انا 8 مش 8 الا ربع، انا جاي 8. لا ولا 8. انا يعني انت دخلت 8 وانا موجود؟ يعني صحيني بالعافيه. حتى لو كنت جيت 8 7 ونص. دلوقتي ادي التون وادي البنك. بعد كده الفاسيكوليشن، لو ضربت كده عضلة مفيش خلاص، يبقى مش هبص على الفاسيكوليشن. ادي التون والبنك. همر؟ حد معاه همر؟ اه معايا. ما شاء الله الناس اللي ورايا دول ناس مفاتيح وهامر وبتاع. عندنا السوبرفيشال ريفلكس، بنبدا بالكورنر ريفلكس، باجي من ورا من ورا واروح عامل تاتشنج للاي كلوجر، معناه ان الكورنر ريفلكس از انتكت. شايفين يا ولاد؟ في انتكت كورنر ريفلكس، ده بالنسبة أول واحد في المفيشل. وبعدين الأبدومينال ريفلكس أنا مش عايز أعمله، يعني بياخد من ثراسك 6 إلى 12، فوق الأمبلايكس من 6 إلى 8، حوالين الأمبلايكس من 8 إلى 10، وتحت الأمبلايكس من 10 إلى 12. بعد كده عندي الكريمستريك والإنر ريفلكس، وبعدين البلانتر. البلانتر بقى هنعمله بالثلاث طرق، هنشوف اخباره. بالنسبه للحالات الثانيه احنا عندنا حالات النيورو مفيش على فايندنج الحبيبه دي. طيب انا سالت النواب اللي هناك. كتر خير. ماشي. شوفنا يا نصر. ادي البلانتر اهو، بنبدا من هنا وبنمشي كده نطلع لفوق وبنوصل للميد توي. هي امبارح بس ظهرت بصعوبه كده. ظهرت بس انا نعمل التيبيكال وخلاص. لو في حد معاه مفتاح يبقى احسن. هو الراجل عمك بابريسكي كان مستعمل المفتاح، هو كاتب كده ان هو استعمل المفتاح في اليزن الريفلكس. خلاص ادي البابريسكي ومش مطلع حاجه. شوف هنا برضه هنمشي كده. شايفين؟ هنا بصت اهو. شايفين يا ولاد؟ طيب نعمل شادوكس. خلاص يا ولاد؟ شايفين؟ نعمل اوبنهايم. بمسك الشافت والزتيبي وبمشي عليها كده. شايفين؟ شفت الحركه بتاعت الصباحه؟ بص اهو، دوس فليك وفي فاني اهو. وطبعا تكرار التست ممكن ما يخليش يبقى الصباح. هنا برضه نفس الكلام. مفيش. يبقى هنا بابريسكي وشادوكس بوستك وهنا نيجاتيف. او بلانتر فليكشن عشان تريح نفسك، تقول بلانتر فليكشن وبعدين تقول ازاي تقول ازاي عندها هايبرتونيا وعندها بلانتر نيجاتيف. المفروض هايبرتونيا هيبقى بلانتر بوست. ايه السبب ان هو نيجاتيف؟ عشان السنسيشن البريفرال نيورو
ده بالنسبة للسوبرفيشال فليكس. الديبر فليكس مهم قوي. ادي التيبيا ادي الباتيلا وادي التيبيا واحط صباعي على السبيس اللي ما بين الباتيلا وما بين التيبيا الفاضل المكان الفاضي ده وارفع رجليها من على السرير وبعدين اروح اعمل كده. خلاص هايبر ريفلكس. انا هكتفي بده عن ان انا هعمل بيه مش عايز ازعل حبيبي. برضو روح رفع رجليها يعني خدوا بالكم من الخطوة. طبعا لازم ابص هنا يعني على حسب المقدر وبعدين لازم ادور على السبيس اهو فاضي اهو وبعدين احط ايدي عليه واروح خلاص. ده متناسق البابريسكي دوز ريفليكشن والهايبر ريفليكشن والهايبر توني ابر موتور نيرو. طب هنا لا ابر ولو هايبر توني وهايبر ريفليكسيا ابر موتور والبابريسكي از نيجاتيف او بلانتر ريفليكشن سببه البريفرال نيورونز. خلاص عشان كده يا ولد اسمع عشان كده ما ينفعش وانت بتعمل او بتطلع انست ساين تفكر ليه ده وليه ده. طب انا لو قلته هيقول لي ليه لا اللي موجود قول بس شايفين بايسيف عند ايه اهو واضح يا ولاد شايفين شايف البايسيف عامل ازاي وادي البيكر ديلف اهو شايفين ايوه وادي الترايسيف ماشي يا ولاد ادي الديب ريفلكس. طبعا طالما انها بوستف لازم نعمل باثولوجيكال ريفلكس. فالباثولوجيكال ريفلكس هناخد منهم الهوفمان ساين. الهوفمان ساين بمسك الميدل فينجر واعمل له سادن فليكشن. مفروض لما اعمل كده لو في بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن افكشن يحصل فليكشن الاذر فينجرز وادكشن للبيج فينجر او الضم. لازم بايلاترال لازم بايلاترال. لو مش بايلاترال مش هيبقى نيجاتيف يبقى هو مصاين نيجاتيف اهو هو فيهم مصاين كده نيجاتيف اهو. نفس الكلام برضو الجلابيلا والجو نفس الحكايه لازم يكون في بايلاترال بيراميدال تراك ليجن عشان يبقوا بس افتح بقى شويه كده اه نيجاتيف وادي الباتيلا نيجاتيف. يبقى الجلابيلا والمانديبلا والهوفمان ادي ثلاثه بصلوش في واحد بقى الادكتور وبعدين الكولونس. نشوف الكولونس كده شايفين؟ ولاتي كلير؟ I'm sure 100% you are lucky. A lot of you. وأكيد أنتوا صليتوا الفجر، أكيد. عشان كده ربنا مسهل لكم الحمد لله إن شاء الله. ده بالنسبة للريفلكس. بعد كده عندي الكوردينيشن. عندي الكوردينيشن عند الفينجر تو نود والفينجر تو فينجر والفينجر تو دكتور والهيل. انا هكتفي بالاخراني خالص الهيل عشان عارفين ان الرايت اي الافكتد مش هتقدر تعمل الدكتور تو فينجر تيست ولا الفينجر تو فينجر تيست. اه كمان طيب
طيب ممكن تزرعي العميس بالزرع؟ تعرف ليش تزرعه؟ عشان هذا دستم. طيب ممكن تعمل كده؟ طب غمضي كده واعمليها بس فريدي دراعك قوي، فريدي دراعك قوي قوي قوي، اعمليها بقى. طيب الثاني اغلب السيربيلر ليجن كويس، السيربيلر افكشن مش موجود يعني انتك السيربيلر از انتك. اخر حاجه الجيت، وهي طبعا بدري ده مش هقدر اعمل يعني. قبل ما اقوم بس حبيبه قاعد على الكرسي وبعدين نكمل كلمتين بس مش عارف هتقوم بقى عشان اعالج على الكرسي.